حاجة أنا مدخل فيها. حاسين لو أنا من نأكد لك حاجة برك. نعرف الجماعة الترجي ضربوا تغشوا علي وسبوني برشا مش فيها معلش. احنا وانا شخصيا وحتى واحد منا ما كان على باله الا الفار ما فماش. انت دخلت المقابله فما فار سي فوزي؟ يا ودي الكرون غادي شي يعمل؟ الكابين موجود. الكرون اللي موجود يعمل موجود الكرون موجود الماتش موجود معناتها معناها انت دخلت الملعب احنا باش تبدا كي زفر الاربيتر لا عيط لكم لا قال مستحيل معناها انت تلعب مستحيل. وفما فار مستحيل مستحيل انت ولاعبيتك مسؤولين احنا كل فما فار حتى حد معناتها ما نقول فماش فار ما فماش فار كان قالوا لنا فماش فار ما ما نقولوا ما فماش فار ما حتى حد ما في باله هما لاعبين تاع ترجي في الحد الرياضي قالوا فما اللي قال ما نعرفوش فما اللي قال نعرف فما تناقضات انا في بي ما في باليش ما فماش فار ظلت سجل الهدف تعادل كلمت قائد الفريق قلت له قول الحكم يمشي الفار إذا أنا نعرف في مجال كيفاش نتكلم على القائد الفريق نقول لهم شيء. وذاك علاش احتجيتوا أنتم؟ احتجينا هذا اللي صار. جاء الحكم ما باش مشي الفار مشي الفار قال معناتها باش صلحوه. معناتها باش تعرف معناتها بعدها قال لا ما فماش فار. ودخلت بعضها هبط أحمد وهبط رؤساء الجامعات الجامعة ورئيس الجامعة وهبط رئيس الترجي وهبط الرئيس نتاع الوداد. الناس كل ما لقيت حظبة غادي قاعدوا يتناقشوا شنو انا مسؤوليتي هنا فما البعض قال فوزي بنزرتي ما دخل ما حبش يلعب فوزي بنزرتي ما حبش يرجع يلعب تو انا رأي انا رئيس انا صاحب انا نجي معناتها فريق كبير نقول له لا ما تلعبش ويسمعوا كلام معقوله هذه وانا شكوني هذه مؤسسه كبيره المغرب كله وراها مانيش عارف شكون وراها اخر في المغرب اتسترا بجي انا نوقف معناتها نقول وقف المقابلة تعيب فما اللي قالوها كلاش ما حبيتش اي هذاك علي سالتك تلمو تكثر الكلام وتلمو معناتها ولت معناتها امور معناتها بعدت على الاعلام بعدت على الكلام وفك علي من شيء سيب علي شكوني انا باش نوقف معناتها المغرب كامله معناتها من جديد نقطه مثل المغرب باش نقول لهم لا ما تلعبوش فوز بزرتي اثر على المسؤولين وقال لهم انا نرجع ما نحبش نرجع خاطر مستحيل فما مشكله وفار وحد مستحيل انا شكوني انا كان جاي رئيس جمعيه ولا مش واقف غادي كده وقال لي نرجع تلعب باش نقول له لا انا نحكم في الملاعبيه انا خلص فيهم شنو التاثير نتاعي نقول لهم نرجع مستحيل هما قاعدوا يتناقشوا المشكل الاساسي قاعدوا يتناقشوا فار مش فار فما فماش سترى يتناقشوا تعرف المشكل الثاني اللي ما يمكن فرق بيه حتى اول حاجه كي تفوت نص الليل ما تنجم ما عادش عندك لا خاطر يدخل في نهار جديد ما عادش قانون ما عادش تلعب هي هذه المشكل هم قاعدوا يتناقشوا فهمت ولا ما انت فما واحد يقول ما موجود فما واحد يقول ما فهمت شيء انا شيء ما فهم خليتهم يتناقشوا صار لا صار فهمت ولا ما تبعت كيف خذوا الكاس انا الاولاني مشيت هنيت حمتي المد قلت له مبروك صح عندي فهمت ولا ما انت عليكم طلعتوهم الكاس شنو مش تحبوا يعمل فوز بزرتي اثر هذا على علاقتك بالمغاربه بصراحه لا شو لا لا لا, لا. واثر علاقتك بالترجي لا لا حسب رايي لا وهل كان اختيار منك بعد ذاك باش تبعد على الاعلام باش ما تدخلش لا بعد على الاعلام لانك شفت البلاتوات تحكي وناس كل تحكي وناس كل تفتي ولات نغره كبيره وفما اشياء معناتها خرجنا من الرياضه قلت لي مره قالت خرجنا من الرياضه خرجنا العادات شيء وطنيه وترجع فما شكون ما نعرفش واحدة في التلفزة تقول لي ثانية ولا شكون تقول وطنية تعلمني هي الوطنية غريبة سنة دهماني سنة دهماني هي لا بورتي كيلكو شوز او بيي لا ني كيلكو شوز او بيي انا عطيت البلاد عطيت انا كي تمشي المغرب معناتها اكثر من سفير غادي في المغرب صحيح. بس قلت عزيزي تحبني فلسي انا عطيت مغرب في الامارات في اي موقع معناتها في ليبيا تمشيت معناتها حسيت علاقات معناتها بتاع التوانس مع المغاربه مع الليبيين مع الكل فهمتني كي نخدم البر ندخل فلوسي عطيت شويه فرحت ملايين الجماهير سواء معناتها من هنا ولا من هنا ولا من هنا فهمتني هم يتكلموا على الوطنيه شنو عطاوهم البلاد